لكن تزور الشغل مع المرأة عادية، شغل تحب الراجل قالت لي ما يخرج، قالت لي ما تكسرش مع أصحابك شيء. هذه يعني في السنة الأولى تاع زواجكم، في السنة الأولى تاع زواجنا يعني. كيفاش كانت يعني تحكم فيك إذا تخرج ولا لا؟ لا يعطيك الصحة، ما نكذبش عليك، أنا كنت شغل نلعب بالون أكثر، تعرف خلالي جان كيما حنا نقولوا دومي، لك تعرف وليت ما نخرجش كامل يا أخو. الأخ لازم تشاورها باش تخرج ولا كيفاه؟ لازم لو كان من شاورهاش دير لي حالة مثلا، واش تقدر دير لك؟ ما نكذبش عليك، شغل تعاقبني في مثلا مش سي با، مثلا الخرجة ما كاش على شهر. بصح سمح لي الاخ، اسك مرتك كي ما تخليكش تخرج انت ما تخرجش، يعني تطبق العقوبات تاعها. ما نكذبش عليك خويا، من داك ما نكذبش عليك، من داك نخالف شويه الاوامر. واش تخاف؟ واش تخاف؟ واش تخاف يعني فيها؟ واش تخاف فيها انت؟ وشني هي الحاجه اللي تخوفك فيها؟ شغل دوك نفهمك يا خو، شغل الفكر تاعها مع الجيران ولا الانسان نحشم اكثر. شغل تخاف هذاك التبهدل؟ ونخاف انك عندي طفله ثانيه يا خو، على بالك انا نخاف من التبهدل وصغار، والبلوس البلوس تاع هذه بعد ابني على يما الله يرحمها، بعد ابني عليها عامين ما شفتهاش، مسكينه ماتت والله ما شفتها. على جال مرتك؟ على جال مرتي عندي. الاخ سيدالي الو؟ انا يعني بالك تاثرت كي تفكرت الام تاعك؟ تاثرت يعني استاذ انا بس يعني تربيع اخو. راه معنا الاستاذ نور الدين بكيس. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. اسمح لي الاخ، في المحاولات الاولى تاعك انت نهار حبيت انك تعيش على حساب واش حاب انت جزئيا، علاه ما كملتش نهار قالت لك اول مره ما تلاقاش بصحابك، علاش ما تلاقيتش بصحابك؟ على بالك في شغل جابتها لي، تعرف تشوفيلا تقول لي زوجي وما نحبوش كيما حنا نقولوا نحبك توجور معايا، تعرف يمسح واش يقدر يصرى لو كان مشيت بمسار معين كملت وخلاص، الحاجه اللي تضر العائله ما ديرهاش، والحاجه اللي ما تضرش العائله وحقك انتايا باش تكون عندك مجال اجتماعي ديالك، واش فيها؟ علاه ما خديش دي ريسك؟ واش حيصرى؟ علاه ما تاخذش دي ريسك؟ دير بسر أمور حق ربي يا أخو، والله غير دير بسر أمور. شحال عندكم زواج؟ شحال عندنا زواج؟ دوكا عندنا 5 سنين زواج. وعندك دراري؟ عندي طفلة وي. الله يبارك، الله يبارك فيك. مازال لك عايش معاها يعني ما كاش مشاكل؟ مازال يا أخو للآن، حق ربي اللي جاية دوكا على كل حال خرجت تخدم، وأنا على كل حال راني نهضر دوكا معاها. أنتك في الدار ما تخدمش؟ ما نخدمش عليك خويا، هذيك شغل تقلت في رجلي اسكت بقى. شكون اللي يصرف في الدار؟ هي هي، وانا عندي لاطي على كل حال في الحق اللي اختار.